السلام عليكم. أيام الهجرة غير النظامية إلى أوروبا انتهت، زمن الهجرة غير النظامية إلى أوروبا قد ولى. هذه أبرز عناوين الصحف ووكالة الأنباء العالمية اليوم. اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي قد يغير خارطة الهجرة ويجعل حدا لهذه المأساة التي يعيشها الآلاف من المهاجرين عامة واللاجئين السوريين خاصة. ما هي أهم بنود هذا الاتفاق مشاهدينا؟ وهل فعلا سيحل مشكلة الهجرة غير النظامية؟ وما إذا الاتحاد الأوروبي سيفي بوعوده التي قطعها أمام الأتراك غير ما مرة؟ قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن أيام الهجرة غير النظامية إلى أوروبا قد انتهت، وذلك بعد الاتفاق مع تركيا على إغلاق طريق البلقان الغربي أمام اللاجئين، في حين اتفق قادة الاتحاد على منح تركيا مزيدا من الأموال لمساعدة اللاجئين. جاء ذلك عقب انعقاد القمة الأوروبية التركية الطارئة لبحث أزمة اللاجئين أمس في بروكسل، والتي شهدت مناقشات كثيفة بين تركيا ودول الاتحاد بشأن طريقة معالجة مشكلة اللاجئين والهجرة غير النظامية. وأضاف توسك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن القرارات التي ذكرت خلال القمة ترسل رسالة واضحة للغاية بأن زمن الهجرة غير النظامية إلى أوروبا قد ولى، ونحن مدركون جميعا أننا حققنا اختراقا مهما، حتى وإن كانت لا تزال هناك بعض التفاصيل التي ما زال يتعين الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. يونكر وداود أوغلو قال إن الاتفاق الأوروبي التركي سيغير المعادلة فيما يخص مواجهة أزمة الهجرة، وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد 17 من الشهر الحالي موعدا للتوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن ملف اللاجئين. من جهته قال رئيس الوزراء التركي إن بلاده طلبت في حزمة المقترحات التي قدمتها للاتحاد الأوروبي من أجل حل أزمة اللاجئين رفع التأشيرات المفروضة على مواطنيها من أجل دخول دول الاتحاد حتى نهاية يونيو المقبل على أبعد تقدير. في التصريحات ذاتها أكد أوغلو أن بلاده تريد ردع مهربي البشر، لافتا إلى أنها أكثر بلد يستقبل اللاجئين حالياً. وكانت تركيا قد اقترحت على الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيها وتقديم 3 مليارات يورو إضافية لصالح اللاجئين السوريين علاوة على 3 المقررة سابقا. وسيعاد اللاجئون الذين دخلوا أوروبا انطلاقا من الأراضي التركية لأسباب اقتصادية مقابل تعهد الاتحاد الأوروبي بتسهيل الإقامة للاجئين السوريين بعد استقدامهم بأعداد كبيرة من تركيا. قادة الاتحاد اتفقوا على إعطاء تركيا مزيدا من الأموال لمساعدة اللاجئين وعلى تخفيف متطلبات التأشيرات سريعا للأتراك ودفع مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي مقابل مساعدتها في وقف تدفق المهاجرين على أوروبا. من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن العرض التركي لاستعادة كل المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا شواطئها إلى أوروبا يمثل انفراجا محتملا في سبيل حل أزمة المهاجرين، وأضافت أن قادة الاتحاد دعموا الخطوط العريضة الرئيسية لخطة طرحها عليهم رئيس الوزراء التركي، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد المقبلة. في الشأن نفسه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الحلف قرر تكثيف عمليات المراقبة عند الحدود التركية السورية، وأن سفنا تابعة للحلف سترابط في بحر إيجا بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وللذين التحقوا بنا اللحظة نحن نطرح من جديد ملف اللاجئين والمهاجرين. مثل ما انتهى إلى علمكم وبدءا من هذا التقرير أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقا مع تركيا من أجل الحد من هذه الهجرة المتزايدة انطلاقا من سوريا أو تركيا. معي مشاهدينا الكرام الدكتور سمير قريوتي وهو إعلامي ومحلل سياسي من روما العاصمة الإيطالية. دكتور سمير، كيف ترى هذا الاتفاق؟ هل فعلا فيه مبالغة أم شيء مبني على أنه قواعد صحيحة لإنهاء هذه المأساة، مأساة المهاجرين، وأن الهجرة غير نظامية انتهت من اليوم فصاعدا؟ أنه اتفاق مبدئي أكثر من كونه نهائي وقطعي. هذه كانت لعبة شطرنج تم التقدم فيها خطوة إلى الأمام أو خطوتين صغيرتين للأمام، لأنه جرت عملية مقايضة عمليا. الحكومة التركية قالت نحن سنستعيد كل المهاجرين الذين
وصلوا إلى اليونان من أراضينا مقابل أن يقوم الاتحاد الأوروبي باستيعاب اللاجئين السوريين الذين يتم تسجيلهم على الأراضي التركية أو في المخيمات التركية، أي أنهم دخلوا إلى صلب المشكلة، لأن ألمانيا ومعها بعض الدول الأوروبية، العديد من الدول الأوروبية تريد تجميع هؤلاء اللاجئين في أماكن قريبة من أوطانهم، كما قالت السيدة أنجيلا ميركل على حفل العشاء يوم أمس أثناء الاجتماع الأوروبي بعد أن انتهوا من الحديث مع الأتراك، وتريد أن تحافظ على اتفاقية شينغن، وهذا أيضا موقف بعض البلدان الأوروبية الأخرى. هناك بلدان تعارض مثل النمسا التي تقول: وهل أصبح الأمر أنكم سترسلون إلينا ما تريدونها أنتم من لاجئين أو من مهاجرين؟ هذا سوف يحدث خلل. ولكن الاتحاد الأوروبي، وكما شهدنا في المؤتمر الصحفي اليوم، قال أنه اتفاق مبدئي عمليا، وسوف يتم بحث التفاصيل يومي 17 و18 القادم. بالإضافة، ولكن دكتور سمير، يا دكتور سمير، ماذا عن الذي علق قائلا بأن الخاسر الأكبر في هذا الاتفاق هم اللاجئون، هم المهاجرون، لكن الرابح الأكبر هي تركيا، تريد أن تفتح لها أبواب أوروبا، مزيد من التأشيرات لمواطنيها، تفاوض من جديد من أجل انضمام الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوروبا تغلق الأبواب أمام هذه الآلاف التي تحل بدول أوروبا، خاصة دول شرق أوروبا بانطلاق من منطقة البلقان، لكن الذين هم أكثر خسارة خرجوا بالاتفاق هم المهاجرون. هل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، أنا أتفق معك. دائما المهاجرون هم الخاسرون، من يترك بلده في هذه الطريقة ولا يلاقي أي استقبال ولا أي استيعاب هو الخاسر، وأعتقد أن بعض اللاجئين أصبحوا يدركون هذه الحقيقة، ولكن ظروف المنطقة وظروف أوروبا، وكما نرى التحركات الأطلسية أيضا باتجاه ممرات أخرى لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين، تثير القلق بالفعل. حتى الحكومة الإيطالية التي تؤيد انضمام تركيا قالت أن ما جرى هو عملية مساومة لم يقبلها الجميع بالأمس، لأن تركيا تريد الانضمام للاتحاد الأوروبي، وعليها أن تكمل 5 فصول من عملية الانضمام أو الالتحاق، وهذا أمر مفتوح. ثم هناك قضية التأشيرات للأتراك، علينا أن لا ننسى هذه القضية التي طرحتها تركيا أمس. تركيا تريد تحرير التأشيرة بشكل كامل لكل مواطني تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي، والسيد على ما أعتقد ينكر، قال أنه من الممكن حل هذه القضية أو البدء بها فقط في شهر ديسمبر القادم، أي في نهاية السنة، حتى نرى ماذا سيحدث يومي 17 و18. طيب خليك معنا دكتور سمير، سأعود لك بعد لحظات. الآن مشاهدينا الكرام، أرحب بانضمام دكتور محي الدين بنانا اللي هو قيادي في التجمع السوري من تركيا. دكتور محي الدين، كيف ترى هذا الاتفاق؟ كيف هي قراءتك له؟ هل فعلا أن الأتراك تخلوا عن البنود التي كانوا يطالبون بها السنوات الأخيرة مع الأزمة السورية، مناطق محمية آمنة للاجئين والمهاجرين السوريين في التراب السوري، وها هم الآن يدخلون في اتفاق آخر مع أوروبا؟ تحياتي إليكم وللسادة المشاهدين. بالطبع هذه الاتفاقية هي نتاج العديد من المباحثات التي تمت بين الطرفين أسفرت عن هذه الاتفاقية، هذا من جانب. من جانب آخر، تركيا منذ 2011 وحتى الآن وهي تستقبل اللاجئين السوريين وبرحابة صدر، وفتحت لها كل ما تستطيع خلال هذه الفترة من مدارس، من تعليم، من مشافي، من إلى آخره، ومخيمات. المخيمات الموجودة في تركيا ضمن الأراضي التركية تعتبر أفضل من المخيمات في بقية دول الجوار. هذا من جانب آخر. أيضا يعني لماذا نحن نلف حول المشكل ولا ندخل في عمق المشكل نفسه؟ يعني المشكلة الأساسية يا إخوتي جميعا هي مشكلة النظام، نظام الطاغية الذي هجر هؤلاء. لماذا لا نحل المشكلة الأساسية وهي إزالة هذا النظام؟ عندما يزول هذا النظام تحل مشكلة اللاجئين. من الذي يهجر هؤلاء من داخل أراضيهم ومن بيوتهم؟
من الذي يهجرهم؟ من الذي يقضي عليهم؟ من الذي يضربهم بالبراميل والقنابل المتفجرة والصواريخ وإلى آخره؟ أليس النظام السوري ومع أعوانه الإيرانيين والروس حاليا؟ لذلك يجب أن ندخل بعمق المشكلة، وهي حل الإشكال الرئيسي وإسقاط هذا النظام، نظام الطاغية، حتى يقل عدد المهجرين. يا دكتور مهدين، أليست السياسة هي فن الممكن؟ لذا فإن رجب طيب أردوغان وكذلك أوغلو رئيس الوزراء الاثنان رأي بأنه من الصعب جدا أن ندخل في مفاوضات حول بشار الأسد والأزمة السورية، وأنت تعرف تجاذبات هذا الملف، فقالوا نبدأ بملف اللاجئين والمهاجرين ولنجعل حدا له ريثما تكون الأمور مفتوحة لتناول الملف السوري بصفة خاصة. لا تزال تركيا حتى هذه اللحظة تطالب بمنطقة آمنة داخل الأراضي السورية. وآخر خطاب لرجب طيب أردوغان قال فيه أنه يفضل إقامة مدينة أو قرية كبيرة أو بلدة كبيرة على الأراضي السورية محمية أو ذات حماية دولية. إذن الحل الأمثل هو داخل الأراضي السورية وليس خارجها. السوريون منذ القديم وهم أقل الشعوب الذين يتركون بلادهم ليهاجروا إلى أماكن أخرى بهدف لقمة العيش أو غيره. لذلك نحن عندما نقضي على النظام، وهذا يا سيدي الكريم ضمن السياسة التي أنت تتفضل بها، وهي السياسة الحل الممكن أو النظر إلى الأمور بواقعها الحالي. نحن عندما ننظر إلى الأمور بواقعها الحالي، وعندما أمريكا وروسيا تتفقان على هدنة، والهدنة إلى حد ما أصبحت موجودة، وقامت المظاهرات السلمية لإعادة الثورة إلى بريقها الأساسي وهو الذي انطلقت من أجله، من أجل الحرية والكرامة. إذن الآن هنا دكتور مهدين، بمعنى أن أوروبا هنا رأت مصلحتها، فكرت في مصلحتها ولم تفكر في مصلحتها وللاجئين المهاجرين أو السوريين، ولذلك آثرت حلا شافيا وكافيا بالنسبة لها، غلق الحدود أمام هذه الآلاف التي هي الآن موجودة حتى في دول بلجيكا ووصلت حتى لبريطانيا، بدلا من البحث عن مناطق آمنة مثل ما يدعو إليه أردوغان. يعني متى كانت أوروبا أو أمريكا أو غيرها تفكر ب الإنسان إلا الإنسان المواطن الذي يسكن عندها، المواطن الفرنسي أو الأوروبي أو الأمريكي، لا تفكر بالإنسان الآخر على الإطلاق، وهذا نعرفه دائما نحن. لذلك نحن تفكيرنا ينصب الآن حول التحرر من هذا النظام، من نظام الطاغية، حتى أنا أضمن لك بأن كل المهاجرين أو أغلبيتهم سيعودون إلى بلدانهم عندما يتحقق الأمن والاستقرار في سوريا. وهذا ليس بعيد الملال يا سيدي، عندما يكون هناك في جدية في الطرح، وخاصة في الوقت الحاضر. يعني كما تشاهدون الدول الجوار أنهكت، العالم كله أصبح الآن منهك من القضية السورية بما فيه اتفاقية شنغن يمكن أن تهدد من خلال الأزمة السورية. لذلك الجميع يريدون الآن إيجاد حل لهذه المسألة. هذا الحل بالطبع لن يكون سريعا جدا بكبسة زر كما يقال عنا، ولكن سيكون من خلال مفاوضات ومن خلال الطرح الأمثل للوصول إلى أقل الخسائر مثل ما بيقولوا بالنسبة للثورة السورية. طيب خليك مع دكتور مهدين، سأعود إليك. دكتور سمير، ألا ترى بأن تركيا تريد انتهاز هذه الفرصة؟ هذه فرصة يجب أن لا تضيعها، بخصوص العرض الأوروبي، عرض تراه عرضا مميزا، عرضا مهما جدا، التفاوض من أجل انضمام الاتحاد الأوروبي هذه المرة بشكل جدي، ثانيا تأشيرات بهذه المرة بعدد أكبر مما كان عليه سابقا للمواطنين الأتراك، ثم الفتح الاقتصاد، السلع التركية وما إلى ذلك. ألا ترى بأن تركيا يجب أن تنتهز هذه الفرصة مثل ما يقول كثيرون؟
وهي تنتهزها نعم، ولكن قضية الهجرة هون قضية متكاملة، قضية عامة، لا يوجد فقط اللاجئين السوريين، هناك المهاجرين من إفريقيا، هناك المهاجرين حتى من بعض أنحاء أوروبا. هل تعلمون أن معظم اليد العاملة أو التي تسبب مشاكل في بريطانيا على سبيل المثال للحصر هي من مواطنين أوروبيين من دول أوروبا الاشتراكية السابقة أو الشرقية السابقة، الذين لا يستطيعون الحصول على إقامات؟ هذه إحصائيات أخيرة، يعني إحصائيات حديثة العهد. قضية الهجرة كبيرة. إيطاليا تعامل، أوروبا الاتحاد الأوروبي أمس تعامل مع هذه القضية ككل، هو اهتم بالممر البلقاني الغربي، اهتمام بممر بحر ايجا، اهتمام ايضا بالشق السوري من المشكله، الشق السوري الاخير الذي تكرس بعد استضافه المانيا لهذه الاعداد الهائله العام الماضي، والتي بعدها برزت بعض مواقف الاوروبيه مثل النمسا وغير النمسا وحتى دول شمال اوروبا لكي تحتج او تعارض هذا الحل. الان لماذا يسعون كلهم لانقاذ عمليه تاشيره شنغن؟ ولماذا تريد تركيا الاستفادة من تأشيرة شينغن، أي دخول أوروبا بدون تأشيرات؟ لأن السبب اقتصادي بحت. هناك عدة مسائل مترابطة تجعلنا ننظر إلى هذه القضية أن كل دولة سوف تستفيد، ولكن الاتحاد الأوروبي عندما يصدر بيانا ويقول وسوف تبحث التفاصيل في اجتماعي 17 و18، المشكلة هي بالتفاصيل. هناك قد تخلق العقبات، وقد تكون هناك بعض الاعتراضات التي تؤخر تنفيذ مثل هذا الاتفاق، ولكن ألا ترى أن هذا الاتفاق سمير يا دكتور سمير، ألا ترى نعم. أن هذا الاتفاق أتى أيضا بعد الخلاف الكبير بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول الكوطة، حصص هؤلاء المهاجرين، حيث ميركل مثلا المستشارة الألمانية قالت ألمانيا الآن فيها أكثر من مليون لاجئ ومهاجر، وعلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي أن تتحمل أيضا هذا الضغط الكبير، بريطانيا واليونان ودول أخرى، ولذلك وجدوا هذا الاتفاق ربما يعني على استحياء، يجب أن ننقص من هؤلاء الآلاف من المهاجرين. نعم، هم على استحياء قبلوا، ولكن هناك بعض عدة محللين وأيضا من أصحاب القرار يعلمون أن هذه الأعداد قليلة جدا نظرا للقدرة الاستيعابية لأوروبا. عندما تتفق أوروبا أيضا مع دول أخرى يمكن استيعابهم بعدة طرق وبأعداد كبيرة، ولكن المشكلة الآن هي البحث في التفاصيل كيف حتى لا يأتوا على بعض العناصر والشروط الخاصة بالتجول وبحرية التجول وبشنغن وبنظم دبلن. على سبيل المثال هناك دعوة لحماية الحدود الخارجية، هناك بعض الدول التي تقول نحن الحدود الخارجية مثل إيطاليا، واليونان تقول نحن الحدود الخارجية لأوروبا، ولكن دول مثل النمسا تقول لا، يجب أن نغلق الحدود عندنا بالداخل. والدول مثل سلوفينيا ومثل رومانيا الآن بدأت بالاستيقاظ على هذه القضية، بالرغم من أنها عانت كما عانت بعض الدول بعد أحداث أوكرانيا من نفس المسألة، مسألة الدخول والخروج وتوزيع اللاجئين، لأن اللاجئين في أوروبا ليسوا جدد. علينا أن نعرف أنه في الحرب العالمية الثانية ما قبلها وما بعدها كانت هناك ملايين من المهاجرين الذين تمركزوا في بعض المناطق وانضموا إلى دول، يكفي النظر إلى منطقة تريستا وشمال إيطاليا وما جرى فيها، وإلى أيضا إلى الدول الأوروبية السبع، حدود مع بولندا وما جرى مع ألمانيا. كل هذه مسائل ليست جديدة على أوروبا، ولكن الجديد هو أنه تأتي في عام 2016 في الألفية الثالثة بالقدرات التكنولوجية والسياسية والمالية والاقتصادية. هل يمكن أن نبقى على هذا المنوال وأمام كل هذه الأعداد من المهاجرين واللاجئين وهم الخاسرون الأوائل في كل ما يجري؟ مع تكثيف عمليات المراقبة عند الحدود التركية اليونانية، هذا الذي أدلى به اليوم الأمين العام لحلف الناتو. أعود لك دكتور محي الدين. دكتور محي الدين بنانا، ما ترى بالنسبة لهذا الملف، ملف المهاجرين، ملف شائك، ملف عويص هكذا يراه الكثيرون، لكن ماذا عن الذين يريدون الآن الاستعداد لمفاوضات جديدة لحل الملف السوري؟ ألا ترى بأن الذين يتحدثون باسم القضية السورية كان عليهم أن يدمجوا أيضا قضية اللاجئين كإطار في النقاش لأخذ بعين الاعتبار هذا الملف؟ يعني عندما نتكلم عن المفاوضات شيء، وقضية اللاجئين شيء آخر مختلف تماما.
يعني عندما تتم المفاوضات فيما إذا تمت، وأنا أشك في ذلك لأن النظام يراوغ دائما ولا يفي بالتزاماته، وعندما تتم هذه المفاوضات وعندما أول بند من المفاوضات حسب بيان جنيف رقم واحد هي تشكيل الحكومة الانتقالية أو تشكيل هيئة الحكم الانتقالي عفوا التي لها كامل الصلاحيات وخلالها يرحل بشار الأسد، في هذه الحالة أنت تكون قد حليت القسم الأكبر من مشكلة اللاجئين. هذا يعني أوتوماتيكيا سيكون حلا جذريا وحلا واقعيا وضمن الطرح السياسي اللي هو فن الممكن أو التعامل مع الممكن أو مع الواقع. فإذا كان المجتمع الدولي جاد في هذا الموضوع وتشكلت الحكومة الانتقالية فورا عدد اللاجئين يقل، وعلى العكس المجتمع الدولي، أنت أشرت الآن للمجتمع الدولي، هو منقسم حول الموقف من بشار الأسد. البارحة الأمريكان قالوا قد يكون مهما حضور بشار الأسد في فترة انتقالية أولى، لكن بالنسبة للآخرين يقولون لا بد من عدم حضور بشار الأسد في أي مفاوضات أو أي مرحلة انتقالية. عندما يعني نقول أنه حضور بشار الأسد في مرحلة انتقالية، هذا يعني أننا نفينا المرحلة الانتقالية وشطبنا عليها بالكامل، لأنه المشكل الأساسي هو وجود بشار الأسد ونظامه الأمني القمعي الإرهابي. هذا الوجود هو الذي يهدد المواطنين، وهو الذي يؤدي إلى نزوح المواطنين من أرضهم وديارهم وبيوتهم. لذلك فيما إذا كان هذا البند وضع كبشار أسد في المرحلة الانتقالية، لا 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 فائدة على الإطلاق لهذه المرحلة الانتقالية. هذا من جانب. من جانب آخر يعني اللاجئين في دول الجوار وفي تركيا بشكل خاص هم الآن يعني أصبحوا بمنتهى القسوة يعيشون حياة بعيدة عن أوطانهم، والذي كان معه قليلا من الأمور المادية قد انتهت الآن بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من الهجرة. لذلك وضعهم الحالي سيء جدا، وعلى المجتمع الدولي المنقسم على نفسه كما تفضلت أن يدرك هذه الناحية بشكل كبير. الآن عمل لا يمكن أن يعمل اللاجئ في دول الجوار، لا يستطيع أن يقيم أي مشروع لو كان طبيبا أو مهندسا أو أي أو حقوقيا لا يستطيع العمل. لذلك هو المدخرات التي كان يحملها قد انتهت، لذلك وضعه حاليا مأساوي جدا. وإن تركيا بالطبع خلال فترة الاستقبال للاجئين منذ 2011 وحتى الآن قد صرفت مليارات، يعني تقدر بين 8 إلى 10 مليار دولار قد صرفت على هؤلاء اللاجئين. وعندما تأخذ مبلغا زهيدا من هذا النوع ونأمل أن يصرف على اللاجئين، وهذا ما إن شاء الله سنتابعه، فعندها بعض الشيء يمكن تحسين يعني ظروف اللاجئين في تركيا، ونتمنى أن يسحب ذلك ليس فقط على تركيا وإنما على تركيا ولبنان والأردن. طيب على ذكر دول الجوار دكتور بنانا، وسؤالي هنا للدكتور سمير القريوتي، ماذا عن اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن ولبنان وكردستان والعراق؟ هؤلاء لم يشملهم هذا الاتفاق ولم يأتي على ذكرهم بالمرة. آلاف من هؤلاء يعانون، ليس فقط منذ أشهر بل منذ سنوات من بداية الأزمة. هل فكر الأوروبيون أو العالم الحر خلينا نقول في هؤلاء الذين يعانون الأمرين في لبنان والأردن، خاصة الأردن وكردستان والعراق؟ دكتور سمير، دكتور سمير، دكتور سمير القريوتي، ملف السوري. نعم نعم, نعم. هل تسمعني؟ اي نعم اسمعك، تفضل. اقول ان المفاوضات التي جرت لغايه الان بين الاتحاد الاوروبي وتركيا
لم يدرج على جدول أعمالها موضوع الملف السوري والقضية السورية. نعم. لكل دولة أوروبية موقف معين من القضية السورية ومن قضية أصدقاء سوريا ومن قضية اللاجئين السوريين في دول الجوار. العبارة الوحيدة التي وردت بشكل رسمي هي ما قلته في البداية، ما نطقت به السيدة أنجيلا ميركل التي كانت مترددة، لأن العبء الأكبر على ألمانيا ماليا. لنكون صريحين، إذا قالت ألمانيا نعم نعم لتغطية الأموال والنفقات، إذا لم تقل نعم سيكون من الصعوبة بمكان أن تحصل تركيا على المساعدة الثانية التي طلبتها بمقدار 3 مليار، وقالت أنها ستنفقها على رعاية اللاجئين السوريين. هكذا قال السيد أحمد أوغلو أمس. الملف السوري منفصل تماما عن هذه المفاوضات. ما هو حال اللاجئين السوريين في الأردن وفي لبنان؟ بالطبع أوضاعهم صعبة للغاية. هل أوضاعهم سهلة؟ إنها ككل أوضاع اللجوء، وكل من عاش اللجوء وأزمة وكارثة اللجوء والهجرة يعرف ما معنى أن يعاش في هذا البرد القارس وفي الثلوج وفي فقدان المياه والعناية الطبية وعدم العمل. وهناك شواهد كثيرة في المنطقة العربية، أولها الشاهد الفلسطيني 68 عاما وما زالوا في لبنان بدون حقوق عمل في بعض المهن، وهذا أمر معروف منذ زمن. بمعنى دكتور سمير، يا دكتور سمير، أوضاعهم صعب ويجب مساعدتهم. دكتور سمير، بمعنى أن هذه الدول دول المصدر، دول المنبع لهؤلاء المهاجرين واللاجئين، ستعاني السنوات المقبلة إن لم أقل الأشهر المقبلة، خاصة وأن ميركل كانت قد طلبت أثناء زيارة عبد الملك سلال رئيس وزراء الجزائر بأن أنه حان موعد عودة هؤلاء الجزائريين الذين هم مقيمون في ألمانيا منذ سنوات ولا يملكون وثائق رسمية، وإن الجزائر الآن صارت دولة آمنة ليست كما هي كانت عليه فترة التسعينات، فعلى هؤلاء أن يعودوا إلى بلدهم. وقد وافقت الحكومة الجزائرية، لكن بامتعاض مما ترك ميركل اللي تقول بأنه بإمكان هؤلاء أن يرحلوا على حسابنا، يعني نحن الذين سندفع تكاليف ترحيل هؤلاء وعودتهم إلى بلدهم. يبدو أنه فقدنا الدكتور سمير، أرجو من الإخوة عاد الاتصال به. دكتور محي الدين، عودة إليك دكتور محي الدين، كيف ترى هذا الملف، ملف المهاجرين غير الشرعيين هكذا يسمون في البلدان الأوروبية، اللي هو الآن فيه اتفاق على أساس أن هؤلاء سيعودون إلى بلدانهم في الأشهر المقبلة لأنهم صاروا عالة على المجتمعات الغربية؟ أنا أعتقد أن هذا الكلام سيبقى حبرا على ورق، ولا تستطيع أي دولة أوروبية ضمن قوانينها النافذة أن ترحل هؤلاء من أراضيها إلى ديارهم السابقة. وخير يعني شاهد على ذلك هي مشكلة مثلا لك دكتور محي الدين، رجاء سأعود لك بعد لحظات. الآن مشاهدينا الكرام، من ضمن إلينا الدكتور عمر الفاروق قرمقاز، مستشار رئيس الوزراء التركي. ما هي قراءتك يا عمر الفاروق لهذا الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين واللاجئين السوريين؟ نعم، مشكلة سوريا ليس مشكلة تركيا فقط، وإنما هي مشكلة الإنسانية كلها، ومشكلة العرب، ومشكلة الأوروبيين، ومشكلة الآسيويين جميعا. لذلك لا يمكن أن يترك هذا الموضوع على عاتق تركيا وحدها. لذلك الآن تركيا منذ بداية الأحداث في سوريا كانت تطالب الدول الأوروبية أن تكون فيها منطقة عازلة، ولا يخرج الشعب السوري من وطنه، يعيش في وطنه بطريقة مسالمة. لكن لم تستطيع تركيا أن تقنع الدول الأوروبية، إلا إذا بدأت الأفواج تذهب بشكل كبير إلى 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 دول أوروبية. الآن هم أدركوا أن الموضوع أخطر مما كانوا يتصورون، وبالتالي اقتراحات التركية إلى حد ما أصبحت مقبولة، لكن إلى الآن فيها تباطؤ، يعني يتأخرون في بعض القرارات. لكن هذه الاتفاقيات الجديدة ربما تخفف قليلا، ليس كاملا، على تركيا. ولكن يا أستاذ عمر، طالما هؤلاء المهاجرون لا يعودون إلى بلدهم الأصلي وهو سوريا، معنى ذلك أن تركيا ستتحمل أكثر وأكثر. هذا صحيح، يعني هم لا يعودون إلى بلادهم، لكن على الأقل الدول الأوروبية الآن وعدوا على الأقل أنهم سوف يخففون على تركيا من ناحية المالية. تركيا إلى الآن صرف على إخواننا، هم ضيوف، حتى يعني أكثر من 8 مليار دولار، وبالتالي أوروبيون الآن وعدوا أنهم سوف يشاركون في هذه الميزانية
جزئيا ليس كاملا، لكن لدينا نظرية كاملة إن حتى إذا كانت الدول الأوروبية لا تقف مع تركيا في هذا الموضوع من البداية، نحن أعلننا أن هذه مسؤولية إنسانية، مسؤولية تاريخية، ومسؤولية جغرافية أيضا في نفس الوقت. وبالتالي يعني وصول تركيا إلى هذه النتيجة من الاتفاقية يعتبر لا بأس بها، لكن هذا لا يعني أن الشعب السوري في هذه الظروف سوف يعود إلى سوريا. طيب ماذا عن طلب رجب طيب أردوغان غير ما مر بأنه كان يطالب بإلحاح فتح مناطق آمنة محلية في سوريا بدلا من تركيا لهؤلاء المهاجرين واستيعابهم، لكن أمريكا في ذلك الوقت والآن ما تزال رافضة لهذا الطلب، هل تخلى أردوغان عن هذا الطلب نهائيا بهذا الاتفاق؟ لا، هذا لا يعني، لكن أنتم تعرفون أن التطورات الميدانية في سوريا تتغير كل يوم، يعني هذه المطالب موجودة، لكن عندما كان لا تستجيب المجتمع الدولي على هذه المطالب، هل تركيا تترك أن تطرق الأبواب الأخرى في مشاريعها الأخرى؟ لا، تركيا تحاور في أكثر من جبهة، كلما نجحت في جبهة ما هذا لصالح الشعب السوري، هذا جيد، هذا لا يعني أنها يترك هذا المشروع. يعني تركيا منذ بداية الأزمة تطالب المجتمع الدولي أن تكون فيها منطقة عازلة. طيب إذا عدنا إلى الملف التركي الأوروبي، يا ترى هل هذه المرة هذه الوعود التي يراها الأتراك وعودا براقة؟ في غير مرة اتفق وعد الأوروبيون الأتراك بأن تفتح الحدود، تنضم تركيا مفاوضاتها في الاتحاد الأوروبي، اتفاقيات اقتصادية جديدة، هذا ليس جديدا على تركيا، هل ستصدق هذه الوعود هذه المرة؟ ليس بضروري، يعني هذا الأمر يعود إلى إنسانيتهم ومواقفهم الأخلاقية، لكن في نهاية المطاف الدول تتحاور وتناقش على الطاولة وينجز جزء من هذه الوعود، وبعض الوعود لا ينجز. أنت لا تستطيع أن تتهم الآخر أنك خالفت جزءا وأنجزت جزءا آخر، يعني لذلك هذه أمور دولية تستمر بطريقة دبلوماسية وبطريقة يعني سياسية حتى نصل إلى نتيجة المطلوبة. بارك الله فيك أستاذ دكتور عمر فاروق رمقاز مستشار رئيس الوزراء التركي، جزيل الشكر لك، كنت معنا تركيا. لا نعود لك دكتور سمير بعد الانقطاع الذي حصل. دكتور سمير الخريوتي، كنت قد سألت عن ما يسمى باللغة الإنجليزية الباكيج، هذا التفاوض كان على حيز فقط ولم يكن بنحو شامل وكامل لملف المهاجرين واللاجئين، وقد أعطيتك مثال عن ألمانيا كيف أنها أرادت ترحيل هؤلاء الذين هم مقيمون منذ سنوات في بلدها بدون وثائق، وأعطيتك مثال عن الجزائر وقالوا بأنه نحن مستعدون لترحيل هؤلاء على حسابنا، بمعنى نحن الذي سندفع التكاليف. لماذا لا يكون هنالك اتفاق أيضا مع هذه الدول، دول المنبع، دول المصدر، مع دول العالم الحر في هذا المجال؟ نعم، هو هذا أمر مرغوب ومطلوب، ولكن الوصول إليه صعب، أن هذه عملية سياسية. نحن قلنا أن الاقتراحات التركية الأخيرة تعلقت بأجزاء قليلة وهناك خلافات على التفاصيل منذ الآن، وأن الموقف سيحسم يومي 17 و18 في قمة أوروبية، في قمة بروكسل، التي ستبحث هذه التفاصيل بدقة وسوف تقول كل دولة موقفها بدقة من هذه المسألة. لكن نعود في نفس الوقت لكي نتحدث أيضا عن مشكلة داخل أوروبا. ليست كل الدول الأوروبية متفقة على الحل في سوريا، ليست كل الدول الأوروبية متفقة على طريقة التعامل مع ملف المهاجرين، سواء كانوا من سوريا أو من إفريقيا أو من دول البلقان أو من أينما كانوا. ليست قضية الهجرة عالميا فيها مواقف منسقة بين الدول، كل دولة تحاول تطبيق سياستها في مصالحها وحفاظا على مصالحها. هنا الإنسانية لا تدخل بشيء، أنا حسب وجهة نظري في هذه السياسة الحديثة في الألفية الثالثة، أين الأخلاق وأين الإنسانية؟ بمعنى توجد فقط مصالح يا دكتور سمير. نعم، هي مصالح، لنقولها بكل صراحة. تمام، دعني أعود إلى دكتور محي الدين، سأعود لك من جديد. دكتور محي الدين بنانا، التركيز هنا على اللاجئين، على المهاجرين، ماذا عن النازحين؟ لم يتحدث عنهم أحد. النازحون في مختلف المناطق في سوريا، من منطقة إلى منطقة، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب أو العكس، هؤلاء النازحون يعانون منذ بداية الأزمة السورية ويقولون بأن مساعدات الأممية تصلهم، وهناك من يقول إنها تصل على استحياء. أعطيني صورة على هؤلاء النازحين في سوريا.
بالطبع يعني مشكلة النازحين في سوريا مشكلة أكبر بكثير من مثيلتها لإخوتهم اللاجئين في دول الجوار. النازحين في داخل الأراضي السورية يتعرضون إلى قسوة الحياة من جهة وإلى القصف بكل أشكاله من القصف الجوي والقصف الأرضي والصاروخي والمدفع وغيره بكل أشكاله عليهم تقع هذه القذائف. إذن عندهم المشكلة مضاعفة، مضاعفة الحياة المعيشية اليومية من جهة ومضاعفة القتل والإرهاب من جهة أخرى. ولكن بالطبع نحن أو كل الثوريين الحقيقة يحاولون أن يوصلوا هذه المعاناة إلى الخارج بأشكال مختلفة. حاليا بالذكرى الخامسة للثورة سيكون هناك قافلة لتجوب كل أوروبا للتبشير بمعاناة هؤلاء النازحين في الداخل السوري وأيضا اللاجئين في دول الجوار. وأيضا يعني ستقوم في كل العالم وفي يوم 19 ستجتمع في جنيف أمام مقر الأمم المتحدة. طيب من الذي يستحوذ على هذه المساعدات يا دكتور؟ دكتور محيدين، ما الذي يستحوذ على هذه المساعدات طالما هم دوما يشتكون بأن المساعدات قليلة متواضعة جدا ولم تصلنا؟ من الذي يستحوذ عليها إذن؟ يعني بالطبع المساعدات قليلة جدا بالرغم من المؤتمرات، مؤتمرات الدعم لسوريا، مؤتمرات مؤتمر الكويت قرر 3 مليار ومؤتمر الآخر قرر ما بعرف حوالي 11 مليار، وبالأخير هذه المليارات جزء كبير منها يصل إلى الهلال الأحمر السوري وعنا توثيق على ذلك. والهلال الأحمر السوري عندما تصل إليه هذه المساعدات ينفقها على المناطق النظام وحتى يبيعها في مؤسسات الاستهلاكية هذه المساعدات الدولية. إنما المساعدات التي تأتي إلى الداخل السوري تأتي عن طريق منظمات إنسانية بحتة، بمعنى أنها فعلا تقوم بالأعمال الخيرية وإيصال المساعدات. ونحن في هذه المرحلة ومن خلال قناتكم الكريمة نريد أن نوجه رسالة إلى كل المنظمات الإغاثية الحقيقة بأن تبتعد عن السلات الغذائية، أن تبتعد عن هذه المصطلح، بحيث ندعو إلى عمل مشاريع مؤقت، مشاريع صغيرة. هذه المشاريع الصغيرة هي التي تستديم أو ذات ديمومة عالية لفترات طويلة من الزمن في الأراضي السورية. يعني مثلا عندما تقوم بشراء بقرة إلى عائلة ما هذه وتعممها على كامل القرية تكفي القرية بعدة قضايا، وعندما مثلا شراء ماكينات خياطة، عندما يعني في عديد من المشاريع الصغيرة التي العائلة. ولكن هذا كله يا دكتور محيدين يحتاج إلى أمنا، يحتاج إلى سلما واستقرارا، كيف تجلب مثل هذه الأمور وطبول الحرب ما تزال تقرع هنالك في سوريا؟ لا يا سيدي، لا تحتاج إلى أمن واستقرار. ضمن نحن يعني نعمم هذه التجربة الآن منذ سنة ونصف إلى الآن، نعمم هذه التجربة ضمن الوضع الحالي، ضمن وضع، لأنه سيدي الكريم السوريون في الداخل تعودوا على ظروف الحرب. يعني الحياة تسير وهناك الزواج والولادات وهذا كله يسير، يعني لا يمكن أن تتوقف الحياة يا سيدي في أي مكان في العالم حتى في ظل الحروب. لذلك فهذا جزء من استمرارية الحياة، يعني لا يزال المواطن يذهب بالرغم من القذائف، يذهب لقطف الزيتون، ثمر الزيتون، والمعاصر تشتغل بعصف الزيتون، وحتى يعني إن استطاعوا أن يصدروا جزء منه إلى الخارج أيضا. طيب دكتور، لا يقصرون في ذلك. دكتور محيدين،
سأطرح معك سأطرح معك الدور العربي حول هؤلاء اللاجئين السوريين، ولكن دعني قبل هذا أعود للدكتور سمير القريوطي حول ما جاء في هذا الاتفاق. يا دكتور سمير، أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بتسهيل الإقامة للاجئين السوريين، ولكن قبل ذلك سيعاد اللاجئون السوريون الذين دخلوا أوروبا انطلاقا من الأراضي التركية لأسباب اقتصادية. نريد شرحا لهذا البند، ثم ماذا عن المهاجرين السوريين الذين دخلوا إلى أوروبا عبر مناطق أخرى، يعني عبر دول أخرى ليس تركيا، ما هو مصيرهم؟ نعم، هو منذ عام تقريبا، منذ سنة تم التمييز بين المهاجر لأسباب اقتصادية واللاجئ لأسباب الحرب. هذه التسمية قننت في كل الاجتماعات الأوروبية والقمم والمؤتمرات الدولية، التمييز بين الوضعين. لهذا أنا تحدثت عن قضية الهجرة ككل في السابق وليس كجزء. من هنا الخطورة. هناك بعض الدول التي تقول كل من هاجر لأسباب اقتصادية ليس بالضرورة أن تستوعبه أوروبا. من أينما أتى، لأن هناك أيضا مشكلة الآن لدى كل الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا وألمانيا واليونان وغيرها، الدول الغربية، هي مشكلة اللاجئين الأفغان المتواجدين الذين يدخلون مع اللاجئين السوريين أيضا من اليونان. هناك بعض الدول من ترفضهم نهائيا ولا تريد دخولهم، والآن هم يتمردون ويقولون لماذا السوريين ونحن لا؟ أليست نفس الظروف؟ هذه هي التفاصيل التي يمكن أن تعيق أي اتفاق. للرد على سؤالك أقول أن الدول الأوروبية مطالبة بأن توضح موقفها أكثر. لا. نحن مع هذا الطرح دائما، لأن الأمور متغيرة للأسباب الاقتصادية. عليك أن تتحمل أيضا كل الأفارقة الذين يأتون عن طريق البحر. ومن أين يأتون؟ يأتون من ليبيا. الآن هذا ملف آخر لن نخوض فيه لأنه سيثير لدينا الكثير من المشاكل. الاتفاق التركي هو لحل مشكلة قائمة الآن للتخفيف عن اليونان وللتخفيف عن ألمانيا ولإنقاذ شينغن. هناك دعوة لإنقاذ شينغن، لأنه إذا انتهت اتفاقية شينغن سوف تضر اقتصاديا بكل الدول الأوروبية، خاصة الدول الأوروبية القوية. أنا أقولها بكل صراحة، العودة إلى حماية الحدود معنى ذلك أن السلع لن تتحرك كما تتحرك الآن بين الدول الأوروبية، السلع التجارية والأشخاص وكل ما ينجم عن ذلك من عملية اقتصادية، من سياحة ومن اقتصاد ومن تجارة ومن صناعة، سوف يعاق ويتعوق، وهذا به خسائر للجميع. هنا تأتي المسألة الإنسانية في النهاية، لا ينظرون إليها، هم ينظرون على رأس القائمة، على رأس الصفحة. هذا هو الهم الرئيسي الآن، لنكن واقعيين. طيب، سأعود لك دكتور سمير الآن. مستمعينا الكرام، مرحب بانضمام دكتور محمد العادل مدير المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية من تركيا. دكتور محمد العادل، هل صحيح ما قيل اليوم وأمس من أن تركيا آثرت معاناة هؤلاء اللاجئين المهاجرين، ولكن بمقابل، بمعنى أن أوروبا تصرف عليهم مزيد من مليارات وفتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ورفع هذا الحصار عن المواطنين الأتراك لدخول ما سمي بشنغن الاتحاد الأوروبي؟ يعني وكأنك تشير إلى أن هناك صفقة كما تقول يعني بعض وسائل الإعلام. بالضبط. واقع الأمر يقول بأن تركيا يعني تدفع فاتورة كبيرة جدا وأكبر حتى من قدراتها وإمكاناتها. يعني أكثر من 3 مليون ضيوف سوريين موجودون على الأراضي، يعني هؤلاء يشكلون عبئاً اقتصادياً أمنياً على كل المستويات. تركيا لم تكن أصلاً محتاجة للاتحاد الأوروبي في هذا الأمر، ويبدو لي أن المأزق هو مأزق أوروبي بالدرجة الأولى وليس مأزقاً تركياً. أنا أرى بأن اليوم وكأن الاتحاد الأوروبي يستجدي تركيا، يتوجه إليها، يعني نحتاج من تركيا أن تنقذنا من هذه الورطة، ويحاول أن يغازلها بأمرين. الأمر الأول الجانب الاقتصادي، ويعني المساهمة في يعني كلفة الضيوف السوريين، والجانب الثاني هي مسألة
يعني التأشيرة للاتحاد الأوروبي لدول الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد أنه يعني يصعب جدا يعني الربط بين هذين الملفين، وكأن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يعني يدفع تركيا إلى مزيد من التضحية من أجل إنقاذ أوروبا، أقول من أجل إنقاذ كما ذكر ضيفكم الكريم، من أجل إنقاذ تشنغن، من أجل إنقاذ اقتصادية. ولكن يا دكتور محمد العادل، لماذا لا نقول أيضا أن تركيا خسرت في عدم تلبية مطلبها الملحاح منذ سنوات، إيجاد مناطق آمنة محمية مستقرة على التراب السوري لإيواء هؤلاء اللاجئين والنازحين بدلا من دخول تركيا أو الاتحاد الأوروبي؟ ولكن أنت تعرف أن أوروبا رفضت وصدت هذا الطلب، هي وأمريكا. أولا دعني أقول أن هذا الطلب الملح من الطرف الأوروبي هو الآن هو الذي يعني يؤكد حجة تركيا بضرورة التوصل إلى يعني إلى إقامة منطقة آمنة بالقرب من الحدود التركية داخل الحدود السورية. وأنا أرى بأن تركيا طرحت هذا الأمر ولازالت تطرحه، وأعتقد أنها ستبقى تطرحه أيضا، وستكون الأطراف الأوروبية مجبرة على قبول هذه المرة، مجبرة من أجلها، مجبرة من أجل أمنها، من أجل اقتصادياتها، مجبرة على قبول المقترح التركي والتعامل معه بأكثر إيجابية، لأن الظرف الآن الظرف يعني الإقليمي والدولي فيه متغيرات كثيرة. وتركيا بالفعل لو فتحت أبوابها وحدودها ومياهها يعني لهؤلاء هذه الكميات الكبيرة من اللاجئين لغرقت أوروبا كلها، وبالتالي أرى بأن تركيا تحقق الآن مكسبا في هذا الاتجاه، أقصد في اتجاه إقامة منطقة آمنة وحججها الآن قائم. أما فيما يتعلق بالقسم الثاني من سؤالك، تركيا اليوم، تركيا الجديدة منذ 15 عاما لم يعد حلم الاتحاد الأوروبي أو العضوية في الاتحاد الأوروبي مطلبا رئيسيا أو مطلبا استراتيجيا كما كان في السابق. تركيا اليوم مقوماتها الاقتصادية، دورها الإقليمي، يعني تركيا الجديدة لم تعد بحاجة للاتحاد الأوروبي حتى لو لم تصرح بذلك رسميا. تركيا اليوم هناك تيار كبير جدا داخل الشعب التركي يعني في أوساط السياسية والإعلامية يدعون وبشكل واضح الحكومة التركية إلى استفتاء عام شعبي عام ليقول الشعب التركي نعم أم لا للعضوية في الاتحاد الأوروبي. هذا ليس قرارا تتخذه الحكومات نيابة عن الشعب التركي، وبالتالي اقتصاديات تركيا اليوم إمكاناتها وقوتها في المنطقة فعلا يعني ليست بحاجة ملحة للاتحاد الأوروبي، بل أنا أرى اليوم الاتحاد الأوروبي هو الذي يغازل تركيا ويحاول أن يعني يقول لها نعم نحن نتقدم نحو القبول بعضويتك من أجل أن تنقذينا، من أجل أن تكوني بوابة يعني وسدا يعني بوابة للحدود الأوروبية وسدا يعني أمام اللاجئين أو تدفق اللاجئين. وهو كذلك يا دكتور، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد العادل مدير المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من تركيا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتور محي الدين، نعود الآن للدور العربي. أين هو الدور العربي؟ هل هو غائب أم مغيب حول ملف هؤلاء النازحين واللاجئين؟ وما الذي دعا هؤلاء بالألاف ليفروا من بلدهم نحو أوروبا ولم يتجهوا إلى الدول العربية الأخرى؟ الحقيقة يعني اللاجئين الذين اتجهوا إلى الأردن وإلى لبنان أعداد أيضا كبيرة تقدر بين 3.5 إلى 4 مليون، وأن بعض الدول العربية تساعد هؤلاء اللاجئين وخاصة السعودية ودول الخليج تساعد اللاجئين الموجودين في الأردن تحديدا وبشكل بسيط في لبنان. في لبنان الوضع مختلف قليلا، ولكن حال هؤلاء يا دكتور محي الدين، حال هؤلاء يغنيك عن السؤال، هم موجودين في مناطق نائية بعيدة يتأثرون في فصل الشتاء بالبرد القارس والثلوج متراكمة، وفي فصل الصيف أنت تعلم جيدا درجة الحرارة هنالك. نعم هذا الكلام دقيق جدا، ولذلك أنا دائما أقول بأن ننظر إلى المأساة، أنا أسميها المأساة السورية من جذورها. نعم لو استطعنا حل المشكل الأساسي وإسقاط هذا النظام، نظام الطاغية، لا عادوا كل هؤلاء إلى بيوتهم وإلى ما كانوا يتنعمون به من وسائل الراحة.
أما وجودهم بهذا الشكل فهي المساعدات التي تقدم هي مساعدات نسميها أو بلهجتنا مساعدات ترقيعية، ليست مساعدات جذرية بأنهم يؤمنوا لهم حياة كريمة وحياة سعيدة. فهم بالطبع نحن نشتكي الحقيقة من أخوتنا العرب ومن موقفهم الغير واضح أيضا بسبب نعرفه وتعرفونه جميعا أنهم كلهم متأثرون بقرار المجتمع الدولي وخاصة ما نخص به القرار الأمريكي. بارك الله فيك دكتور. الأمريكي نعم. شكرا جزيلا لك دكتور محي الدين، سمحني فقط لضيق الوقت. دكتور محي الدين بنانا قيادي في التجمع السوري، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتور سمير، كيف هو السيناريو المحتمل وقوعه في الأشهر المقبلة حول ملف اللاجئين ملف المهاجرين مع الضغوط المتزايدة من قبل المستشارة الألمانية ميركل وكذلك بالنسبة للبريطانيين حول تقاسم هذه الحصص مع إضافة هذا الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؟ سوف تكون هناك صعوبة كبيرة في تقسيم الحصص لأن بعض الدول سوف تعاند وترفض. أنا لست متفائلا كثيرا. الاتحاد الأوروبي في مفاوضات الأمس صحيح أنه قال أنه خطوة متقدمة للأمام ولكنه مع التأجيل، والتأجيل بالنسبة لاتحاد بهذا الحجم وبهذا الوزن السياسي والاقتصادي الكبير هو عبارة عن فشل. سوف تتم بعض الحلول القليلة لتسكيت هذا أو ذاك، ولكن لب المشكلة لن يحل أمام التطورات السريعة في أكثر من منطقة في سوريا وغير سوريا. بارك الله فيك دكتور سمير، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير القريوتي الإعلامي والمحلل السياسي، كنت معنا من روما العاصمة الإيطالية، والشكر موصول مشاهدينا الكرام لباقي ضيوفنا الذين أثروا ملف النقاش حول المهاجرين واللاجئين والاتفاق تركيا مع الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية. دكتور محي الدين بنانا قيادي في التجمع السوري، كذلك عمر الفاروق قرقمقاز مستشار رئيس الوزراء التركي، والدكتور محمد العادل مدير المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.